تمام. طب دلوقتي في ناس كتير بتسأل عن موضوع ربط البيم مثلا بالبيج داتا. نعم نعم هذا موضوع الناس بتحب تحكي فيه، ولكن موضوع سابق لأوانه. الماتشوريتي تبع الموضوع، يعني اذا خلينا نقول عندك بروجكت تيم، لازم نوصل لموضوع البيج داتا از تو ايرلي. لازم يكون في ماتشوريتي بالماركت، لازم يكون في كتير مودلز، في كتير بروجكتس، والداتا تبعهم ار كومبايند ان سنترال داتا بيس، وتقدر من خلال هذه السنترال داتا بيس تقدر تعمل كويريز، يعني تقدر تعمل انفستيجيشن لتستفيد من بيج داتا. سو كارنتلي ما عندنا بيج داتا بموضوع، يعني بيم ما بيجيب لك بيم داتا، انه كل موديل لحال وكل بروجكت لحال، بس تجمعهم كلهم مع بعضهم بسنترال داتا بيس لتشوف مثلا عند الدوله، ممكن ساعتها نحكي بموضوع البيج داتا. اما هلا ف it's too early. تمام. هي دبي دلوقتي بتحاول تعمل 4D لدبي كلها، بحيث ال 4D مش مقصود بها موضوع الزمن، مقصود بها ان الواحد يقدر يدخل يخلص اجراءاته الحكوميه كلها من خلال الموديل دوت. يعني الواحد بيدخل يمشي في المكان لحد ما يوصل للحاجه الحكوميه ويخش يخلص الاجراءات من خلال الموديل نفسه. دي فكره كانت بتحاول تعملها على النت.